مستقبل الأدب المصري دايما كل ما بنتعمق أكتر في هذه الصناعة بنعرف إن هو دايما بخير، وبنعرف إن كتاب الشباب لا يتوقفوا عن الظهور، كل يوم في كاتب جديد محقق نجاحات كبيرة جدا. مين أقرب الكتاب لقلبك؟ مين أكتر الكتاب اللي بتتنبأ لهم بنجاحات كبيرة وهم لسه في بداية حياتهم دلوقتي؟ هو صعب أقول إن عمر طاهر في بداية حياته يعني ومحمد عبد الرحمن الكاتب، لكن انا شايف نوع جديد. احنا عاملين ندوه في المعرض اسمها الكتابه خارج النوع، نوع جديد خارج النوع يعني خارج التصنيف. في عدد كبير جدا من الكتاب مش بس شاغلين الراي العام او القارئ عشان هم متميزين، عشان هم بيست سيلر، لا، عشان بيقدموا شكل جديد من الكتاب. صراحه من افضل الناس اللي انا قريت لها الفتره الاخيره وعن توجه هو عمر طاهر في الكتابه الصناعيه مصر، وبيكتب في حاجات حلوه جدا. من افضل الناس مصطفى بيومي، ليه كتاب مهم جدا اسمه 7 خواجات، بيتكلم فيه على صناع الخواجات المصريين اللي كانوا في مطلع القرن وقدروا ازاي يعملوا صناعه مصريه، سواء زي عمر افندي، زي شكوريل، زي كويس. المنطقه دي، المنطقه دي حلوه جدا وجاذبه للشباب. انا حابب اقول حاجه صراحه، انا شايف ان المستقبل مش للروايه، المستقبل هيرجع للشعر. للشعر. في مجموعة من الشعراء الشباب في مصر، يمكن على رأسهم يجي طبعا شاعرنا الكبير عماد أبو صالح، محمد القليني، محمد المتيم، حسن عامر، محمد عبد صالح. في مجموعة من الشعراء لو استمروا على مستواهم المتميز في كتابة القصيدة، أظن الزمن الجاي هيبقى زمن القصيدة مش زمن الرواية، خاصة لو اهتمينا شوية بجوائز الشعر.